الرب شاهد. يلا نحيي يسوع الملك، مفيش غيره ملك، مفيش غيره يستحق التحيه والترحيب. يوم جميل، يوم بركه، يوم فرح، يوم سلام. كان حد يقول امين النهارده؟ امين. سفر اللاويين وصح اتنين، سفر اللاويين وصح اتنين، نقرا مع بعضينا عن قربان الدقيق. سفر اللاويين وصح اتنين الصح الثاني. وإذا قرب أحد قربانا تقدمة للرب يكون قربانه من دقيق، ويسكب عليها زيتا، ويجعل عليها لبانا، ويأتي بها إلى بني هارون الكهنة، ويقبض منها ملء قبضته من دقيقها وزيتها مع كل لبانها، ويوقد الكاهن تذكارها على المذبح، وقود رائحة سرور للرب. والباقي من التقدمة هو لهارون وبنيه قدس أقداس من وقائد الرب. وإذا قربت قربان تقدمة مخبوزة في تنور تكون أقراصا من دقيق، فطيرا ممدودة بزيت، ورقاقا فطيرا مدهونة بزيت. وإن كان قربانك تقدمة على الصاج تكون من دقيق مردودة بزيت فطيرا، تفتها فتاتا وتسكب عليها زيتا، إنها تقدم. وإن كان قربانك تقدمة من طاج فمن دقيق بزيت تعمله، فتأتي بالتقدمة التي تصطنع من هذه إلى الرب، وتقدمها إلى الكاهن فيدنو بها إلى المذبح، ويأخذ الكاهن من التقدمة تذكارها ويوقد على المذبح، وقود رائحة سرور للرب. والباقي من التقدمة هو لهارون وبنيه قدس أقداس من وقائد الرب. كل التقدمات التي تقربونها للرب لا تصطنع خميرا، لأن كل خمير وكل عسل لا توقدوا منهما وقودا للرب. قربان أوانٍ تقربونهما للرب، لكن على المذبح لا يصعدان برائحة سرور. وكل قربان من تقادمك بالملح تملحه، ولا تخلي تقدمتك من ملح عهد إلهك. على جميع قرابينك تقرب ملح. وإن قربت تقدمة بكرات للرب ففريكا مشويا بالنار جريشا سويقا تقربه تقدمة بكرات، وتجعل عليها زيتا وتضع عليها لبانا، إنها تقدمة. فيوقد الكاهن تذكارها من جريشها وزيتها مع جميع لبانها وقودا للرب. امين. خلينا نصلي قدام الرب. كل حد فينا النهارده يقول له يا رب كلمني، انا منتظر رساله منك يا رب، انا مستني تكلمني. كل ما نيجي باتضاع قلب قدام الرب، كل ما الله ينظر لينا ويكلمنا ويشبعنا بشخصه الكريم، كل كلمني في هذا الصباح يا رب، كلمني كلمني يا رب. كل اتضاع قلب وتواضع وخشوع احتراما واجلالا للثالوث الاقدس الاب والابن والروح.
القدس نقدم الشكر والحمد لصباح يوم جديد لإشراكة حبك لينا وإشراكة النعمة الغنية على حياتنا. أشكرك لأجل كل يوم بتضيفه لحياتنا وكل فرصة بتدهنا عشان نشكرك ونعظمك ونمليك. جينا وقلوبنا متعلقة بيك يا أبو قلب حنين يا طيب يا غني. جينا نقول لك متشكرين لأجل عملك وصنيعك. جينا نقول لك كتر خيرك لأجل وقفتك جنبنا ووقفتك معانا. كل الماضي بيشهد عن أمانتك. أمين وستظل أمين معنا حتى النهاية. بارك بلادنا يا رب، رئيس وحكومة وشعب. بارك أبو حنز وافتقدها، وغطي البلد بدمك، وغطي شعبك بدمك، غطي الكنيسة بدمك. ادينا نفرح بيك النهارده، وادينا نشبع بيك النهارده، ادينا نتمتع بيك النهارده. ما تحرمناش ان نشوفك وان نشبع ونرتوي ونتملي من حبك ومن حضورك، من كلمتك ومن شخصك الكريم المبارك. حط ايدك على كل قلب يا رب، وافتح كل قلب ليك. حط ايدك على كل ذهن، افتح كل ذهن ليك. حط ايدك على كل جسد، والمس كل ضعيف وكل مريض. حط ايدك على كل احتياج يا رب، وسدد كل احتياج بحسب غناك في المجد. خلينا نشوفك وسطينا، خلينا نشوفك مركز الوسط يا رب. لا نريد موسى ولا إيليا، لكن عاوزين شخصك الكريم شبع القلب وارتواء النفس. تعال النهاردة كلمنا وعلمنا وفهمنا، ودينا نفرح بالحضرة قدامك يا رب. ما عنديش كلام يا رب، لكن انت بتدي الكلام، انت بتدي النور وتدي المعرفة. تعرف ان تعطي العروفة في حينه، تعرف ان تغيث المعنى بكلمة. حط ايدك علينا، فرغنا من العالم، فرغنا من كل مشغولية. خلي القلب متعلق بيك، خلي القلب متعلق بيك يا رب، خلي القلب متشوق ليك يا رب. شوقنا منك وقربنا ليك النهارده في اسم يسوع. امين امين. الكتاب المقدس مليان جواهر ولقالب، في كنوز كتيره جدا في الكتاب. وكل ما الشخص يتهيأ ياخد، كل ما يتهيأ ياخد. فمن ضمن الحاجات الحلوه اللي كانت موجوده في العهد القديم موضوع الذبائح وخيمه الاجتماع والاعياد والحاجات الحلوه دي. وكتير جاوا الواحد يتردد، يقول الواحد هيتكلم في الموضوع ده ممكن ناس تسرح او تنعس ومش هتستوعب. بس انا المصادر ان كلنا نستوعب وكلنا نعرف كلمه الله، لان كل ما كتب كتب لاجل تعليمنا. ونفرح، نفرح بالحق اللي لينا. كان في ذبائح كتيره في العهد القديم، منها الموسميه يعني كل سنه، ومنها التكراريه اللي ايه كل يوم ممكن تجدد. حد فاكر موسميه زي ايه؟ انا قلت المره اللي فاتت اللي قبل اللي فاتت بالنسبه موسميه كل سنه اللي هي ايه؟ ايوه، خروف الفصح، اللي هو احتفال بطلوع الشعب من ارض مصر، العبور، احتفال العبور. والحاجه الثانيه يوم الكفاره، بنحتفل ان الله يسترنا ويغطينا ويكفر رئيس الكهنه عن الشعب مره كل سنه، مره واحده بس، مره واحده بس كل سنه. لكن النهارده لينا غفران كل يوم، وسترنا كل يوم، وحفظنا كل يوم. في ذبائح متكررة، قلنا في أربعة دموية وواحدة اللي هي ما فيهاش دم، اللي هي قربان الدقيق بتاع النهاردة. يلا نقول مع بعض، احنا قلنا خمسة، اللي فاكر يقول معايا. أول واحدة ذبيحة المحرقة، أول واحدة إيه؟
ذبيحة المحرقة، اثنين قربان الدقيق، ثلاثة ذبيحة السلام، الحمد لله على السلام، ذبيحة السلام، أربعة ذبيحة الخطية، خمسة ذبيحة الإثم. يلا نقول مع بعض، أول حاجة ذبيحة المحرقة، ذبيحة، اثنين قربان، قربان الدقيق، ثلاثة ذبيحة السلامة، أربعة ذبيحة الخطية، خمسة ذبيحة الإثم. هقول تاني، قولها جوه وما يقولش هو حر. نمرة واحد ذبيحة المحرقة، ذبيحة المحرقة، ذبيحة المحرقة رقم واحد، اثنين قربان الدقيق، قربان الدقيق، قربان الدقيق، كل واحدة أقولها ثلاث مرات أو كمان، ثلاثة ذبيحة السلامة، ذبيحة السلامة، ذبيحة السلامة رقم ثلاثة، رقم أربعة ذبيحة الخطية، ذبيحة الخطية، ذبيحة الخطية، خمسة ذبيحة الإس، ذبيحة الإس، ذبيحة الإس. يلا مين شاطر يقول معايا نقول الخمسة وبعدين هنخش على رقم اثنين مثال، ها؟ محرقة، قربان الدقيق، ذبيحة السلام، ذبيحة الخطايا، ذبيحة الإسم، آخر مرة بقى، ذبيحة المحرقة، قربان الدقيق، ذبيحة السلام، ذبيحة الخطايا، ذبيحة الإسم. بص يا جماعة التلات حاجات الأولانيين دول، ذبيحة السلامة أو قربان الدقيق أو ذبيحة المحرقة، اختيارين. اللي عاوز يسجد وعاوز يتعمق مع الرب وعاوز يعبر عن شكره يروح يقدم ذبيحة محرقة. يا رب أنت الكل في الكل، أنت عظيم وأنا جاي أسجد وأقول لك ما فيش غير. قربان الدقيق نفس النظام، ذبيحة السلامة نفس النظام، اختياري، مفيش حاجة إجباري. والنهاردة ربنا ما بيفرضش حاجة على حد. اللي عاوز يجي يشكر ده اختياري ولا إجباري؟ اختياري. مين اللي قلبه فايض ومش لاقي للرب يجي يشكر، يجي يصلي، يجي يعبد، يجي يقول له كتر خيرك، يجي يقول له ليك المجد، يجي يقول له ليك الحمد. لكن ذبيحة الخطية والإس دي إجباري. اللي عمل خطية لازم يقدم ذبيحة، لو ما عملش وما قدمش يموت. يا أمه شوفوا أنا بقول لكم قد إيه نعمة ربنا، كل اللي يعمل خطية يقدم ذبيحة، وذبائح هي غالية جدا. لكن المسيح دخل مرة واحدة إلى الأقداس فوجد فداء أبدي. اللي يدرس الحق ويتنور ويتنور ويجي للرب تايب بقلبه ويسلم حياته ويبقى ابن لله ويسكن المسيح في قلبه والروح القدس يسكن في قلبه، يجي الإعلان ده إن المسيح غفر كل خطايا الماضي وغفر كل خطايا الحاضر وغفر كل خطايا المستقبل، يعني ماضي وحاضر ومستقبل مغفور ومستور في دم يسوع المسيح. تدي له تحية وتعظمه في هذا الصباح في المسيح، بس في المسيح مغفور ومستور، ماضي وحاضر ومستقبل. وأنا أفرح على حس أبويا ودم أبويا اللي اتسفك وسترني وغطاني وكفر عن كل الخطايا بتاعتي. بشكرك يا رب. نيجي في تقدمة الدقيق أو قربان الدقيق، دي ما فيهاش دم، دي ما فيهاش ذبائح، دي دقيق معمولة من إيه؟ تعالوا بينا نتعلم في التقدمة رقم اثنين قربان الدقيق. ما بيتكلمنيش عن المسيح اللي مات، لكن بيتكلمني عن المسيح الحي في ولادته وفي حياته وفي موته وفي قيامته، اللي هو خالي العيوب، حياته الحلوة وسيرته العطرة. تقدمة الدقيق أو قربان الدقيق بيكلمنا عن المسيح خالي العيوب، خالي إيه؟ صح معايا، المسيح خالي العيوب. نشوف مكوناتها من عدد واحد لعدد ثلاثة، أنا بلخص، لكن اللي عاوز يقرأ ويدرس ويعمل ويتعمق براحته.
في البيت ويدخل على النت ويجيب كتب وتفاسير، انا بحاول ابسط عشان اقدر اراعي التركيز معايا بس يعني. تمام؟ فانا هقول وانتوا ركزوا معايا، مكونه من ثلاث حاجات. قول معايا عشان هنحفظ كل اللي صح ده هتحفظه بطريقه بسيطه. قربان الدقيق مكون من كام؟ ثلاث حاجات. قول معايا: دقيق وزيت ولبان. ها؟ دقيق وزيت ولبان. تاني، قربان الدقيق ده اللي الواحد هيروح يقدمه للكاهن ويملى كفه ايديه كده من الدقيق، تمام؟ مكونه من كام؟ من ثلاث حاجات: دقيق وزيت ولبان. اللبان اللي هو البخور، حاجه زي البخور يعني، تتحط في النار تطلع ريحه حلوه كده. تمام؟ ليه دقيق؟ دقيق اول حاجه لونه ايه؟ ابيض، والمسيح حياته بيضة، نقي، طهاره، قداسه، خالي من العيوب، يعني ده القدوس اللي ما فيهوش ايه؟ غلطه، بلا خطيه، ليس فيه خطيه، لم يفعل خطيه، لم تكن فيه خطيه. الدقيق كمان لما تمسك الدقيق تلاقيه ايه؟ ناعم. كلمنا عن وداعة المسيح، تواضع المسيح، محبة المسيح، غفران المسيح، كل حاجة حلوة فيه. يبقى الدقيق لونه أبيض، حياته بيضة، دقيق ناعم، وداعة المسيح وكل الصفات الحلوة. والدقيق كمان بنستخدمه في ايه الدقيق؟ ها؟ في الأكل. مش كل الأكل اللي احنا بناكله ده ايه؟ العيش ده فطير من دقيق. عيش ابيض من دقيق، عيش بتاع من دقيق، كله طالع منين؟ كله طالع من الدقيق، بسبوسه من الدقيق، كيكه من الدقيق، كله طالع من الدقيق، ومن غير الدقيق مش هتقدر تعمل حاجه. وكان المسيح هو اللي هيشبعنا. المسيح هو، مفيش حاجه ثانيه هتشبع، خلي بالك. ولا فلوس ولا مال ولا عيال ولا بيوت ولا ارض، مين اللي هيشبع؟ قول اللي جنبك المسيح اللي هيشبع بس. يلا قول لاختك المسيح بس هو اللي هيشبع. مكونات من دقيق، اثنين زيت. زيت مرات يقول لك ملتوته بزيت، ومره يقول لك متهونه بزيت، ومره في صح ستة يقول لك مربوكه بزيت، يعني مخلوقه بزيت. وهنا بنشوف الزيت اشاره للروح القدس. طيب المسيح لكل المجد. الملاك يظهر للقديسة العذراء مريم ويتكلم معاها ويقول لها السلام لك أيتها الممتلئة. نعم. وبعدين يكلمها عن الحبل بشخص الرب يسوع، يقول كيف ده؟ كيف ده؟ يقول لها الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك، لذلك القدوس المولود منك يدعى ابنا. حبنا به بالروح القدس المسيح. اثنين، اتمسح بالروح القدس. كيف مسحه الله بالروح القدس؟ ويجي كده في المعمودية، ويوحنا بيعمد المسيح، تنفتح السماء وينزل عليه الروح القدس مثل حمامة ويستقر عليه، ويجي صوت من السماء: هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت له. ده ابن الحبيب، اسمعه. وروح يحل عليه الروح القدس، ويقول عنه كده في لوقا 4: وامتلأ يسوع من الروح القدس. فحبل به بالروح القدس، عاش ممسوح بالروح القدس، وكمان كان مليان بالروح القدس. ده المسيح. يبقى نمرة واحد مكونات القربان، قلنا ثلاث حاجات. نمرة واحد الدقيق، المسيح الخالي من العيوب. اثنين الزيت، إشارة إلى الروح القدس. ثلاثة اللبان، رمز لرائحة المسيح الزكي. اللبان تمسكه كده عادي، مش باين له ريحة، بس تروح تحطه في النار، بجربها لكم زي البخور كده، تمسك شوية وتحطهم في النار تلاقي ريحة إيه؟ طلعت حلوة. وده بيكلمنا عن ايه؟ ان المسيح لما دخل الالم
وهنشوف دلوقتي الألم المختلف اللي دخل فيه من كلام الناس ومن التجارب من يوم ما اتولد. يوم ما يتولد يتحط في المزوره. كل الناس اتولد في بيت الا هو اتولد فين؟ في مزوره. هو طفل صغير. هيرودس يقرر يموت كل الاطفال. ويظهر الملاك ليوسف ويقول له خذ السبع وقوم واهرب. وطفل ما كانش فيه طيران ساعتها ولا بتاع ويجي في مواصله حمار. يجوا من اسرائيل لمصر ويهرب بارض مصر ويمشي في ارض مصر اتعذب وهو طفل. شوف مئات الكيلو متراب راكب حمار ومتبهدل الم عشان حياته كلها من كلام الناس والرايح واللي جاي. كلام كتير هنعرف دلوقتي قد ايه استحمل. بس خلي بالك كم مره في كل الالم اللي جابله فتح بوكو وقال كلمة غلط. ها؟ كم مرة؟ ولا مرة. ولا مرة. بالمقارنة بينا احنا. ممكن تلاقي حد حلو وكل حاجة. بس اضغط عليه في موضوع. واضغط عليه في مشكلة. وشوف اللي طالك. شوف اللي طالك لما حطيته في آلم. لكن يسوع خال العيون. كل الألم اللي اجتاز فيه كان بيشكر وكان عاوز يعلمنا الدرس ده. مهما تيجي عليك ألام اوعى تفرط بشفتيك. اوعى تقول كلام مش كويس. المسيح الخالي من العيون. قربان الدقيق مكون من ثلاث حاجات. يلا بسرعة. دقيق زيت لبن. دقيق خالي من العيوب. زيت شارع للروح القدس لبان حياته العطرة لما دخل الألم. تمام. أشكال قربان الدقيق. الأشكال بتاعته بقى ثلاث أشكال برضه كلهم ثلاثات. أول حاجة هيعمل القربان بتاعه ده يا إما يحطه في الفرن مخبوز في الفرن أو مخبوز على الصاج أو مخبوز في طاجن. يلا هو مخبوز بس يا إما في الفرن يا عصاج يا في طاجن. يلا نقول تاني أشكال القربان ده ثلاث أشكال. مخبوز يا إما في الفرن يا على الصاج يا في طاجن. الأشكال مين يقول معايا أشكال القربان اللي بيتقدم ده؟ يا إما في الفرن عصاج يا إيه؟ يختار على جوا الفرن. دي حاجة بتدخلها جوا تقفل عليها في الفرن. بتورينا الألام النفسية اللي المسيح اجتاز فيها مش بقى بس شيء جواه ألام نفسية رهيبة من احتقار الناس دي ويمسكوها عاوزين يرموها فوق الجبل ويقولوا عليه ابن زنا ويقولوا عليه ده ابن مش عارف ايه ويقولوا عليه ايه ويقولوا عليه كلام صعب صعب. لكن مستحمل مستحمل. ده مقبوس فين ده؟ ده في الفرن جوا. وكأن الرب حاوزنا احنا لما نجاب الالام نعمل زيه. في متى 12 يقول عنه ايه؟ لا يصيح ولا احد يسمع في الشوارع صوت. ما حدش يسمع له صوت. تقرا للصح بهدلوه بهدلوه. هتعمل ايه؟ هتنتقم؟ لا. تاخد حدك بدراعك؟ لا. طيب يعني هيبقى فيه التواء وافتراء و لا. هتعمل ايه؟ هسلم للي فوق. كم واحد فينا تعرض للظلم او قدامه ظلم او تحدي؟ كم حد؟ كل سلمها للي فوق. قل اللي جنبك كده سلمها للي فوق. ما هو شايف 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 وهيدي لك حقك. هيجي كنا بنتكلم امبارح ده اللي فوق بيضحك بيضحك وكل حاجه ليها نهايه. كل حاجه ليها ايه؟ نهايه. الظلم لنهايه والشر لنهايه والافتراء لنهايه واللي دايس عليك لنهايه وكل حاجه
وطمن اللي جنبه، قول له كل حاجه ليها نهايه صدقني، صدقني كل حاجه ليها نهايه، كل حاجه اصبر بس، اصبر بس، كل حاجه ليها ايه؟ نهايه. اشكال قربان الدقيق، قلنا نمره واحد في فرن، اتنين مخبوز على الصاج. الحاجه اللي معموله على الصاج كانك بتعمل كنافه كده او بطايف او حاجه، كله شايف. شوف بقى اللي اتعرض ليه من يعني من تعيير ومن كلام قدام الكل، ده مين ده؟ ده وش؟ بص حاجات كتيره قوي جابلها شخص المسيح لكل المجد، بس برضه كان صابر. كان ايه؟ كان صابر وكان مستني لانه بيحبنا، بيحب. وايه كمان؟ احتقار الناس ليه. ثلاثة مخبوز في طاجن، حاجة بتتعمل في طاجن فبتتخفف شوية، ودي بتورينا طبعا غير آلام الصليب والآلام الرهيبة، فبيتكلمني عن حياته. قربان الدقيق بيكلمني عن حياته مش عن الصليب. ذبيحة المحرقة بتكلمني عن الصليب، قربان الدقيق بيكلمني عن حياته، بس إيه؟ في طاجن بقى تلاقيه واخدينه مثلا للصلب. اللي يشتمه واللي يلطمه واللي يضربه واللي يشلده ألم صعب، أي نعم، بس لا تقارن بألم الايه؟ الصليب. بس كله ده بيتألم في حياته عشاننا، عشان جاء عشان الذي أحبني وأسلم نفسه لأجل. يلا نقولهم تاني، مكونات قربان الدقيق ثلاث حاجات، المكونات ها؟ دقيق، زيت، لبان، برافو عليك. اشكاله مخبوز فين؟ في الفرن، على الصاج، في طاجن. في الفرن، على الصاج، فين؟ في طاجن. ثلاث حاجات ما تحطوش في القربان بتاع الدقيق. ثلاث حاجات تخلي بالك منهم، اثنين ما تحطوش وحاجه تتحط. اثنين ما تحطوش وحاجه تتحط. ايه اللي ما تحطش؟ لا خمير ولا عسل، بس لازم تحط ملح. يلا ثلاث حاجات اهو، محاذير خلي بالك، ما تحطش خمير، ما تحطش عسل، بس لازم تحط ايه؟ لا تخلو من ملح. لا خمير لا عسل، لا تخلو من ملح. يبقى في ثلاث محاذير، قولوا معايا ثلاث محاذير. لا خمير ولا عسل ولا تخلو من ملح، يعني لازم يكون فيه. وين دخل الخمير والعسل وليه؟ الخمير بيكلمني عن الشر، الخمير بيكلمني عن الشر، حاجه يقول لك ده اختمرت، اختمرت الحكايه، اختمرت شر وفساد اتنشر، فيقول لك التقدمه بتاع قربان الدقيق ما تدخلش فيها خمير، يعني بيكلمني عن المسيح الخالي من العيوب، الخالي من الخطيه، الخالي من الشر، القدوس، القدوس لا خالي العيوب. انا عاوزك تمشي وراسك مرفوعه ورا يسوع، يسوع خالي العيوب، يسوع خالي العيوب، تمشي وراه وانت فخور بالهك، وانت فخور باللي بتعبده، وانت فخور باللي ماسك فيه، خالي العيوب، مفيش خمير. اثنين، لا يوجد عسل، ما تجيبش عسل على تقدم تحتك وتحطه، ليه؟ قال لك العسل بيشير الى الرياء. شفت انت لما يعني تجامل حد المجامل وتقول في حد يقول لك فلان ده كلامه عسل، فضل يقول كلامه عسل ليه؟ فضل يزودها في الكلام الحلو. قال لك لا، المسيح ما كانش في حياته مجاملات، ولا كان في حياته رياء، ولا كان في حياته نفاق، ولا كان بيجامل حد على حساب الحق ابدا. وعشان كده لما تقدم التقدمه ما تحطش فيها عسل، ما يبقاش عندك رياء ولا نفاق ولا تعيش بوشين. هو حق يبقى ايه؟ حق. ثلاثه، لا تخلو من الملح، والملح بيحطوا للحاجه عشان ما تفسدش، لازم يتحط الملح للحاجه عشان ما تفسدش. وجود المسيح يمنع الشر، وجود المسيح يقدس الحياه. الملح كمان اشاره للقداسه، قداسه الملح الابيض اللي بيحفظ من الفساد، ده لازم يتحط في كل التقدمات، كان الرب بيقول بدون قداسه مش هتنفع اي حاجه، مش هتنفع اي ذبيحه.
مش هينفع اي كلام. والحياة فيها شر، الحياة فيها خمير، والحياة فيها عسل، مش هتنفع. لازم يكون في ملح، قداسة. لازم يكون في ايه؟ قول اللي جنبك، لازم يكون في قداسة. لازم يكون في قداسة في كلامنا وفي أفكارنا وفي قلوبنا وفي حالنا. يلا المحاذير ثلاثة اللي أنا قلتهم دلوقتي حالا، محاذير: ما تحطش خمير، وما تحطش عسل، وما تخليش الطبلة بتاعتك من الملح. نقولهم تاني: ما تحطش خمير، وما تحطش عسل، وما تخليش الطبلة منين؟ من الملح. خمير شر الشر، عسل رياء ومجاملات، ملح قداسة. آخر حاجة بيقول لك ممكن يعني لو فريك، آخر حاجة عدد 14، واخد بالك الفريك كلنا عارفين الفريك، والفريك ليه ثلاث أشكال برضه. الفريك لو هتقدم من الفريك القربان بتاعك، بص: مشوية بالنار، جريشة، سويقة. يلا نقول أشكال الفريك، مش عايز أشغلك بس لازم نتعلم مع بعض على جد. نعم، مشوية بالنار، جريشة، جريشة يعني مدشوش، تمام، سويقا يعني أخضر، أخضر. وفي النهاية الفريق ده بيجيبوه بيعملوه حاجة ما بتستويش، حاجة إيه؟ ما بتستويش. وكأن بيكلمني الفريق عن المسيح اللي قطع في نص أيامه، مات في عز شبابه. الفريق ما بيستقروش عليه لما يستوي خالص، تمام؟ بياخدوه اخضر كده، يعني قطع في نص ايامه، 33 سنة عز شبابه ويموت على الصليب. ليه؟ يقول لي عشان بحبه. تموت شباب؟ قال اموت شباب. عشان ايه؟ عشان افدي البشرية. مشوى بالنار، مدشوش يعني متقطع كده، الآلام اجتازت فيه، سويقا أخضر، قطع في نص أيام ومات عشان كل حد فينا. يلا هقولهم تاني بسرعة: مكونات القربان، ها؟ دقيق، زيت، لبان. أنسينا هون، ها؟ قول يا إخوة معايا، الأخوات شاطرين ومركزين، الإخوة يقولوا معايا: مكونات قربان الدقيق إيه؟ ها؟ دقيق، زيت، لبان. أشكاله بقى اللي هنحطه في النار، في الفرن، عصاج، طاجن. برافو عليكم، ثلاث محاذير: مفيش خمير، فيش عسل، ولازم يتحرك ملح. والفريك آخر حاجة مشوي بالنار أو جريش مدشوش أو سويقة. النهاردة موضوعنا النهاردة عن المسيح قربان الدقيق، حياته الطاهرة، حياته القدوسة، حياته النقية. وكأنك تبص فيه في ميلاده تتعجب وتشبع، تبص في حياته تشبع، في تعليمه تشبع. مين قال تحب عدوك؟ ومين قال تسامح؟ ومين قال تغفر 70 مرة؟ 7 × 70 490 مرة. مين قال؟ محدش قال. مين اللي جاب التعليم الحلو ده؟ هو. مين اللي علم التواضع ويغسل الرجلين؟ هو. بعدين شايفين القيادات كم واحد يخدم وكم واحد يجري، واقف له من هنا واللي واقف له من هنا واللي يهوي له واللي يغني له واللي... لكن هو ينحني ويغسل الرجلين. حياته حلوة، حياته عطرة. عشان كده احنا النهاردة مدعوين ان احنا نشبع بيه، زي ما كان هارون وولاده ياخدوا من الدقيق وياكلوا، يقدموا للرب، وفي جزء الفيض يعملوا ايه؟ ياكلوا. واحنا النهاردة عايزين نشبع بالمسيح. كم واحد يرفع ايده النهاردة؟ انا عاوزك تشبع بالمسيح، تشبع بالمسيح. احنا مدعوين نشبع بالمسيح وبحياته العطرة وبسيرته العطرة المليانة طهارة والمليانة قداسة والمليانة حب والمليانة يعني تعاليم جميلة وأمور عظيمة. مش نشبع ونتغذى
على سيرة ناس في الأرض ونقول لك فلان وفلان وفلان وفلان. وفين يسوع يا عم؟ فين اللي بيحكوا قصص الناس وتحضر في أماكن وبالساعات يحكوا لك عن الناس واللي قالوه الناس واللي عملوه الناس؟ وفين اللي قالوا يسوع؟ وفين اللي عمل يسوع؟ اخبروني عن يسوع، حبه بين الضلوع. اخبروني، احنا مش عايزين نتكلم على بشر، لكن لما اتكلم يقول لك انظروا الى نهاية سيرتهم وتمثلوا بإيمان. كل ما تقدر تقول فلان ده تمثل بالرب وكان عنده إيمان، أنا الرب شجعني وبزهيه، وتتشجع من إيمان الناس اللي تمسكوا بالمسيح. قربان الدقيق النهاردة بيكلمني عن حياة المسيح الخالي من العيوب، وبعد ما يكلمني نظير القدوس الذي دعاكم كونوا قدسين. واحنا هنفضل نتكلم عنه ليه؟ نتكلم عنه ليه؟ عشان نعيش زيه. المسيحية هي أن تعيش المسيح بس. إيه المسيحية؟ يلا رد عشان هنصلي، الوعظة خلص، بس الوعظة خلص. ها؟ المسيحية؟ تاني، يلا قول عشان نصلي الله يخليك. المسيحية؟ أن تعيش المسيح. هو المدرس المعلم، وهو المنهج اللي نتعلم. هو المدرس، وهو ايه كمان؟ وهو المعلم، وهو ايه كمان؟ هو المنهج. ايه المنهج؟ هو المنهج، تعليمه وكلامه وحياته، واحنا نتعلمه هو. الله مش عاوز وعظ كتير وآيات. أنا ممكن أرسل لك، أنا ما طلعتش آيات على فكرة، وأقول لك في متى 3 عن المملوك طلع معايا ومتى 17 وهو في حادثة التجلي والسنة، وأفضل أقول لك وأفضل أجيب لك رقم. لا، مش عاوز أرجع للنهاية خالص. المسيحية هي أن تعيش المسيح. الناس تشوف فيك المسيح. الناس تشوف فيك إيه؟ المسيح. تعرض للألم؟ هو تعرض؟ هو كل الألم. غلط؟ ما غلطش، واحنا نتعلم منه. وان غلطت انا اتوب، انسان غلطت اتوب، بس اتعلم منين؟ من غلطي، وما كررش الايه؟ الغلط. المسيحية هي ان تعيش المسيح. المسيح، شوف قلبك مليان بايه وفكرك في ايه ولسانك بيطلع ايه، وتعلم ان المسيحية هي ان تعيش المسيح الدقيق الابيض القدوس الخالي من العيوب. مفيش عيبة، مفيش خطية، لم يفعل خطية، لم يعمل خطية، لم تكن في خطية. وازاي المؤمن يعمل الخطية ويعيش في الخطية ويعيش في النجاسة ويعيش في الوساخة ويقول انا مؤمن؟ المسيحية هي أن تعيش المسيح القدوس. يلا نصلي. كل أنا عايز أتعلم منك النهاردة، جاي أتغذى بيك وأجمع منك، جاي أخذ منك كلمة حلوة أعيشك. أنت المعلم وأنت المنهج، أنت خالي العيون. إملاني بالطهارة يا رب، إملاني بالقداسة. ارفع إيدك وصليها، ارفع ايدك. لو عينك بتشوف حاجة وحشة بطل تشوف، لو ودنك بتسمع حاجة وحشة بطل تسمعها، لو لسانك بيقول كلام وحش بطل تقول الكلام الوحش، لو قلبك في حاجة وحشة طلعها النهاردة واعترف بيها، لو فكرك في حاجة وحشة توب عنها النهاردة، توب عن كل حاجة وحشة بتقولها بتسمعها بتشوفها مخزنها في ذهنك مخزنها في قلبك. تعال اتعلم من حبيبك يسوع وشوف حياته العطرة وريحته الحلوة، رائحة المسيح الزكي. والرب النهاردة بيقول للكنيسة، الرب النهاردة بيقول للمؤمنين، أنتم رائحة المسيح الزكي. أنتم ريحة المسيح في الأرض.
يا كنيسة، يا كنيسة المسيح، يا جسد المسيح، يا أولاد المسيح، أنتم رائحة المسيح الزكية، أنتم رسالة الله المقروءة من جميع الناس. أنت الرسالة اللي كل الناس تبص عليها تقراها تتعلم منها. أنتم نور العالم، أنتم ملح الأرض. الكنيسة أعرف دورك النهار، أعرف أنت مين في المسيح. لو بعيد برا، لو واجع جوه، لو ملخبط فوق، فوق النهارده واعترف وقول له سامحني أنا غلطت، سامحني في شر في حياتي. الخمير يشر الشر، قول له في خمير، أنا في شر، أنا بتوب يا رب عن كل خمير في حياتي، يا رب عن كل شر في حياتي، عن كل عيب في حياتي يا رب. ولو في عسل، يعني بجامل الناس على حساب الحق وامدح في الناس على الفاضي وجوايا نفاق ورياء، وقف ده النهارده، مش هينفع. وقف ده، لازم يكون في ملح، لازم يكون في حد واضح، لازم يكون في حد واضح في حياتنا، لازم يكون في قداسة واضحة في حياتنا، لازم يكون في نقاء واضح في حياتنا. لازم نكون النهارده بنتعلم اشبع بالمسيح، اشبع بيه، خد وكل، كل، اشبع، اشبع بيه، اشبع بحياته وتعليمه، اشبع بكل حاجة حلوة هو عملها، كل حاجة حلوة جالها، كل حاجة حلوة عاشها. اشبع بالمسيح النهاردة، اشبع بالمسيح النهاردة. قطع في نص أيام، مات شباب، مات شباب، حرب الشيطان كتير بس ما قدرش عليه، ما انتصرش عليه ولا مرة الشيطان. يسوع غلب وانتصر، ويسوع كان منتصر، والعدو انكسر، وجرد ابليس من كل رياسة وسلطان عشانك انت، عشانك انت. يا رب حط ايدك علينا، يا رب حط ايدك على قلوبنا واذهاننا، علمنا نعيش حياة القداسة والطهارة زي ما انت عشت. علمنا من قربان الدقيق اني نفهم ان انت خالي العيوب القدوس، ونفهم ان احنا نتغذى بيك ونشبع بيك عشان نعيش حياة خالية من الشر والرياء، ونعيش حياة طاهرة، ونعيش حياة مقدسة. حط ايدك علينا يا رب، حط ايدك علينا يا رب، حط ايدك علينا، علمنا وفهمنا، علمنا وفهمنا يا قدوس الله. حط ايدك علينا واشبعنا بيك، انت قربان الدقيق، انت مصدر الشبع، انت اللي فيك كل الكفاية، كل حاجة تجوع، لكن انت بس اللي تشبع. اشبع قلوبنا بيك، واشبع حياتنا بيك، واشبع بيوتنا وانفسنا بجلاله في اسم يسوع، امين. ربنا يشجعنا ونحن نتقدم، نحن نتذكر محبة الله لينا في كل وقت، مش يوم المهدى بس، لكن كل وقت احنا بنتذكر محبة الله. نقرأ في كلمة الله في لوقا 22 آيات مشهورة، ازاي الرب رسم الفريضة ورسم الذكرى الجميلة ورسم الحاجة الحلوة اللي احنا بنتعلم منها النهاردة. عدد 14، لوقا 22 14. ولما كانت الساعة اتكأ والاثنى عشر رسولا معه وقال لهم: شهوة اشتهيت أن آكل هذا الفصح معكم قبل أن أتألم، لأني أقول لكم إني لآكل منه بعد حتى يكمل في ملكوت الله. ثم تناول كأسا وشكر وقال: خذوا هذه واقتسموها بينكم، لأني أقول لكم
إني لأشرب من نتاج الكرمة حتى يأتي ملكوت الله. وأخذ خبزا وشكر وكسر وأعطاهم قائلا: هذا هو جسدي الذي أبذل عنكم، اصنعوا هذا لذكري. وكذلك الكأس أيضا بعد العشاء قائلا: هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي الذي يسفك عنكم. خلينا بخشوع واتضاع قلب وحب حقيقي للرب من غير ما نشغل بالغيط والبيت والأولاد ولا أي حاجة. بص على حبيبك يسوع فوق الصليب وتأمل محبته، وتأمل محبة ربنا بس عشان تقدر تعيش الذكرى الحلوة وانت بتتذكر حبه وموته لأجلك. غمض عينيك وارفع قلبك، قل له: بشكرك ياللي مت عشاني، ياللي حبيتني، ياللي دفعت ثمن خطاياي دمك، ياللي اتصلبت عشان خطيتي وجرمي انا، جرمي انا وحبك انت، خطيتي انا ونعمتك انت. يلا اشكر ربنا معايا، اشكر ربنا معايا. يا رب املى بيت الرب بالافراح الروحيه والافراح. نشوف ولادنا خدام في الكنيسه، ونشوف بناتنا خدام في الكنيسه، ونشوف مجد عظيم. تقولوا امين؟ خلونا كده نبقى فرحانين، الرب هيعمل امور عظيمه في الايام اللي جايه. ما تجريش، هتجري تروح فين انت؟ هتجري تروح فين؟ ما هو موجود بره. طيب انا اتوب عن اللي مانعني، واشوف اللي مانعني اتوب عنه واتقدم لمانع. ما تقولش ابونا كسفني وحرشني يا عم انا بشجع، انا لا هدفعك ولا همنعك، يعني لا هزودك على المائده ولا همنعك، بس انا بعمل ايه؟ انا بشجع، بس بشجع. فلو في حاجه منعاني اتمنع عنها، في زعل اتصالح، في خطيه اتوب عنها، في حاجه ابعد عنها، واتقدم واتشجع. محدش ضمن عمره، حد ضمن عمره؟ محدش ضمن، يعني اقصد يعني لا ضمن ابديه امين، لكن مش ضمن عشرين، معرفش. روح على مش روح. اتقدم يا شعب الرب على مائدة الرب وتشجع، احنا في ايام صعبه، تشجع تشجع. لو في حاجة عالجها بسرعة، حتى لو واحد مخصص توب دلوقتي ولما تطلع من الكنيسة روح له، روح له واعمل اللي عليك، اعمل اللي عليك، والمرضيش هو حر، بس انت اعمل اللي عليك. امين. ربنا يشجعنا ونحن نتقدم، نحن نتذكر محبة الله لينا في كل وقت، مش يوم المهدى بس، لكن كل وقت احنا بنتذكر محبة الرب. في الليلة التي أسلم فيها يسوعها أخذ خبزا فشكر وكسر وقال: خذوا كلوا، هذا هو جسدي المكسور لأجلكم، اصنعوا هذا كلما أكلتم لذكري لنأكل معه. نسجد ونركع أمام جلالك يا رب، أمام الحب العجيب، أمام الثمن الغالي، ثمن غالي اندفع فينا، ثمن كبير وعظيم، إن الغالي يفضل رخيص وتدفع أغلى حاجة وهو دمك الكريم. ليك الشكر يا رب، ليك الحمد يا رب، ليك المجد يا رب. أشكرك لأجل ذبيحة الصليب،
اشكرك لاجل الدم اللي سفك فوق الجرجسة، الدم اللي فتح لينا الطريق الى الاقداس، فدخلت مرة واحدة الى الاقداس فوجدت لنا فداء ابديا. نحن مقدسون بتقديم جسد يسوع المسيح مرة واحدة على الصليب، ذبيحة لا تتكرر. اشكرك يا رب، لم تفدينا بفضة ولا بذهب، لكن فديتنا بالدم الغالي، دم كريم كما من حمل بلا عيب، دمك المعروف سابقا قبل تأسيس العالم. اشكرك صانعا الصلح بدم صليبك، غسلتنا من خطايانا بدمك، جعلتنا لله أبيك ملوكا وكهنة، حررتنا بررتنا صلحتنا غفرت خطايانا وأسامنا، صرنا قديسين بلا عيب على أساس دمك على أساس عملك، صرنا مقبولين، صرنا مرضي علينا، مرضي علينا لما اتسترنا بالدم، لما اتغطينا بالدم، لما اتحمينا في الدم، صرنا مرضي علينا بدمك، مرضي علينا بدمك. بارك لنا الكاس يا رب، خلينا كلما ناكل من الخبز او نشرب من الكاس نخبر بموتك الى ان تجيب. بارك وقدس من بين ايديك وساعدنا نتناول من بين ايديك بشكر لك الكرامه ولكل المجد. يسوع خالي العيون، يسوع خالي العيون، تمشي وراه وانت فخور بإلهك، وانت فخور باللي بتعبده، وانت فخور باللي ماسك فيه، خالي العيون، مفيش خمير، اتنين لا يوجد عسل، ما تجيبش عسل على تقدمك تحتك وتحطه ليه؟ قال لك العسل بيشير إلى الرياك، شفت أنت لما يعني تجامل حد المجامل وتقول في حاجة يقول لك فلان ده كلامه عسل، فضل يقول كلامه عسل ليه؟ فضل يزودها في الكلام الحلو، قال لك لا المسيح ما كانش في حياته مجاملات ولا كان في حياته رياء ولا كان في حياته نفاق ولا كان بيجامل حد على حساب الحق أبدا، وعشان كده لما تقدم التقدمة ما تحطش فيها عسل، ما يبقاش عندك رياء ولا نفاق ولا تعيش بوشين. هو حق يبقى ايه؟ حق. تلاتة لا تخلو من الملح، والملح بيحطوا للحاجة عشان ما تفسدش، لازم يتحط الملح للحاجة عشان ما تفسد. وجود المسيح يمنع الشر، وجود المسيح يقدس الحياة. الملح كمان إشارة للقداسة، قداسة الملح الأبيض اللي بيحفظ من الفساد، ده لازم يتحط في كل التقدمات، كأن الرب بيقول بدون قداسة مش هتنفع أي حاجة، مش هتنفع أي ذبيحة، مش هينفع أي كلام، والحياة فيها شر، الحياة فيها خمير، والحياة فيها عسل، مش هتنفع. لازم يكون في ملح قداسة، لازم يكون في إيه؟ قول اللي جنبك لازم يكون في قداسة، لازم يكون في قداسة في كلامنا وفي أفكارنا وفي قلوبنا وفي حياتنا. يلا المحاذير ثلاثة اللي أنا قلتهم دلوقتي، حاجة محاذير: ما تحطش خمير، وما تحطش عسل، وما تخليش الطبق ما بتاعتك من الملح. نقولهم تاني: ما تحطش خمير، وما تحطش عسل، وما تخليش الطبق منين؟ من الملح. خمير شر للشر، عسل
رياء ومجاملات، مدح قداسة. آخر حاجة بيقول لك ممكن يعني لو فريك، آخر حاجة عدد 14، واخد بالك الفريك كلنا عارفين الفريك، والفريك ليه ثلاث أشكال برضه. الفريك لو هتقدم من الفريك القربان بتاعك، بص، مشوية بالنار، جريشة سويقة، يلا نقول أشكال الفريك. مش عايز أشغلك بس لازم نتعلم مع بعض على جد. نعم، مشوية بالنار، جريشة، جريشة يعني مدشوش، تمام، سويقا يعني أخضر، أخضر، وفي النهاية الفريق ده بيجيبوه بيعملوه حاجة ما بتستويش، حاجة إيه؟ ما بتستويش. وكأن بيكلمني الفريق عن المسيح اللي قطع في نص أيامه، مات في عز شبابه. الفريق ما بيستقلوش عليه لما يستوي خالص، تمام؟ بياخدوه أخضر كده، يعني قطع إيه؟ في نص أيام، 33 سنة، عز شبابه ويموت على الصليب. ليه؟ يقول لي عشان بحبه. تموت شباب؟ قال أموت شباب. عشان إيه؟ عشان أفدي البشرية. مشوى بالنار، مدشوش يعني متقطع كده، الآلام اجتازت فيه، سويقا أخضر، قطع في نص أيام ومات عشان كل حد فينا. يلا هقولهم تاني بسرعة، مكونات القربان، ها؟ دقيق، زيت، لبان، أنسين هون، ها قول يا إخوة معايا، الأخوات شاطرين مركزين، الإخوة يقولوا معايا، مكونات قربان الدقيق إيه؟ ها؟ دقيق، زيت، لبان، أشكاله بقى اللي هنحطه في النار، في الفرن، عصاج، طاجن، برافو عليكم، ثلاث محاذير، مفيش خمير، فيش عسل، ولازم يتحرك منها. والفريك اخر حاجه مشوي بالنار او جريش مدشوش او سويقه. النهارده موضوعنا النهارده عن المسيح قربان الدقيق، حياته الطاهره، حياته القدوسه، حياته النقيه. وكانك تبص فيه في ميلاده تتعجب وتشبع، تبص في حياته تشبع، في تعليمه تشبع. مين قال تحب عدوك؟ ومين قال تسامح؟ ومين قال تغفر 70 مرة؟ 7 × 70 490 مرة؟ مين قال؟ محدش قال. مين اللي جاب التعليم الحلو ده؟ هو. مين اللي علم التواضع ويغسل الرجلين؟ هو. بعدين شايفين القيادات كم واحد يخدم وكم واحد يجري، واقف له من هنا واللي واقف له من هنا واللي يهوي له واللي يغني له واللي، لكن هو ينحني ويغسل الرجلين. حياته حلوة، حياته عطرة. عشان كده احنا النهاردة مدعوين ان احنا نشبع بيه، زي ما كان هارون وولاده ياخدوا من الدقيق وياكلوا، يقدموا للرب، وفي جزء الفيض يعملوا ايه؟ ياكلوا. واحنا النهاردة عايزين نشبع بالمسيح. كم واحد يرفع ايده النهاردة؟ انا عاوزك تشبع بالمسيح، تشبع بالمسيح. احنا مدعوين نشبع بالمسيح وبحياته العطرة وبسيرته العطرة المليانة طهارة والمليانة قداسة والمليانة حب والمليانة يعني تعاليم جميلة وأمور عظيمة. مش نشبع ونتغذى على سيرة ناس في الأرض ونقول لك فلان وفلان وفلان وفلان. وفين يسوع يا عم؟ فين اللي بيحكوا قصص الناس وتحضر في أماكن وبالساعات يحكوا لك عن الناس واللي قالوه الناس واللي عملوه الناس؟ وفين اللي قالوا يسوع؟ وفين اللي عمل يسوع؟ اخبروني عن يسوع، حبه بين الضلوع. اخبروني، احنا مش عايزين نتكلم على بشر، لكن لما اتكلم يقول لك انظروا الى نهاية سيرتهم وتمثلوا بإيمان. كل ما تقدر تقول فلان ده تمثل بالرب وكان عنده إيمان، أنا الرب شجعني وبزهيه، وتتشجع من إيمان الناس اللي تمسكوا بالمسيح.
قربان الدقيق النهارده بيكلمني عن حياة المسيح الخادم للعيوب. المسيحية؟ تاني يلا قول عشان نصلي الله يخليك. المسيحية؟ أن تعيش المسيح. هو المدرس المعلم، وهو المنهج اللي نتعلمه. هو المدرس وهو ايه كمان؟ وهو المعلم وهو ايه كمان؟ هو المنهج. ايه المنهج؟ هو المنهج، تعليمه وكلامه وحياته، واحنا نتعلمه هو، نتعلمه هو. الله مش عاوز وعظ كتير وآيات. انا ممكن ارسل لك، انا ما طلعتش ايات على فكرة، واقول لك في متى 3 عن المعمل وطلع معايا وما اتصل 11 وهو في حادثة التجلي والسنة، وافضل اقول لك وافضل اجيب لك بابا. لا مش عاوز ارجع دماغك خالص. المسيحية هي ان تعيش المسيح. الناس تشوف فيك المسيح، الناس تشوف فيك ايه؟ المسيح. تعرض للألم؟ هو تعرض؟ كل الألم. غلط؟ غلط؟ ما غلطش. واحنا نتعلم منه، وان غلطت انا اتوب. انسان غلطت اتوب، بس اتعلم منين؟ من غلطي، وما كررش الايه؟ الغلط. المسيحية هي ان تعيش المسيح.